بوجي خويا جاسي، مرحبا بكم في فلوج جديد. اليوم جيت نهضر لكم سبونطاني على واحد الموضوع جاني غير هكاك. تاعي اسمحوا لي واحد هدية. تحية لدريس دريس دريس، واحد السيد خصني الضحك. المهم سوجي عليا واحد الموضوع بواحد الطريقة كضحك بزاف. الموضوع ديال اليوم هو موضوع ديال التربية. واحد ثلاثة الناس ضارين في حق خاطرو، ضارين في عقلو، ما مربينش كيديرو شي لعيبات شي سلوك غير منضبط. السوجي هي هذا السوجي بواحد الطريقة مضحكة غنشاركها معكم. قالك ميكي مشا خو لخالو 100 درهم، ما مربيش خصو العصا. ثاني حاجة قالك مشا بوكيطا، مشى خون، مشى دخل صحابو يتفرجو في ماتش، مشى كيتقابل مع مو امو جداتو عطاتو على صاحب الكاتو. واحد اخر بدون ديك الاسماء كيطيب، مشاو دارو مسافرو خلاو في الدار كيطيب، جاب عافية خلا العافية مجابة، كانت الدار غادي تحرق. المهم ما علينا، هادي غير باش نضحكوكم ونساعدوكم ونفرحوكم شويه ونضحكوكم. لا الا قالوا بواحد الطريقه ضحكاتني خلاني نضحك. المهم علينا، الموضوع ديال اليوم هو موضوع التربيه. اكيد بزاف الناس ما كيربيوش ولادهم، ما كيعطوش لي نوسيون دو باز لولادهم، ولدو كيخرج ما مربيهش، كيخرج غير منضبط، كي اللي فهم مثلا دابا السلوك ديالو غير منضبط غير. لا مثلا ديك النهار انا كنت غادي، واحد الدري عدو نقول لك 8 سنين وقف في الزنقه، خويا دبر عليا. قلت له ما عنديش، عندي منين ندبر عليك؟ قال لي لا والو غدبر عليا. 8 سنين كيخرج بعيني ما مربيش، كيضرب واحد السلوك نابي، واحد السلوك كلام نابي. كيدير بحال مثلا بما يحس كاك حياة النهار كامل ديالو كاينه الكلام نادي السك هادي من العزاك هادي بما نحرجو الناس باش نبدو داك فمو عامر غير بداكشي. او ما يمكنش، خصو يكون مربي يتعلم بانه يهضر. قالك كيقول واحد المثال، اللي ما يبركك على ميدا واللي ما يجبد معاك كلام في فايدة رفقتو غير زايدة. اللي ما يبركك على ميدة مائدة، اللي ما يبركك على ميدة تطيب ما تاكل معاه، ما يعرض عليك، ما تاكل معاه، ما تمشي مع القهوة، ما هذه هذه. واللي ما يفيدك بشي حاجة رفقتو غير زايدة. اللي فهم مثلا يهضر معاه، فهم مثلا دابا غتهضر تمشي مع واحد تلاقى معاه يلقى جاب ديك الكلام خايب، هادي قصو من ناتو، هادي مشيت هنا مشيت هنا، وهاو هادي ولد الذين هادي طاق طاق طاق. المهم ما كيفيدك حتى شي حاجه مهمه، ما كيجبدك معاك، ما كيجبد معاك حتى شي موضوع زوين، موضوع اللي غتحدو عليه اللي غادي يفيدك ثقافه علم غتفيدو انت وغيفيدك. ما مربي اصلا هو ما مربيش، خصو يمشي يعاود يجي. كاين لي كومبورتمون ديالو خايب مع الناس، كيتحب راسو هو مالشكون، كيظلم الناس، يتعدى على الناس، كيتحب راسو هو هو كلشي، هو اللي هو الكل في الكل، هو اللي هو اللي عندو الصواب، هو اللي ديما على حق، هو اللي ديما هو اللي هو اللي عندو، هو اللي هو اللي كاين، هو اللي ما القرآن قالك وصى وصى التواضع الايمان، من تواضع لله رفعه. واحد ديما يتواضع فيكون شكون ديما يبارك مع الناس، يتحاور مع الناس، يعرف المشاكل ديالهم، يبين لهم بانه راه قيمه، راه عنده قيمه، ومع ذلك مربي عنده اخلاق عاليه. ما عنده اخلاق، ما عنده اخلاق ما كيفيدك حتى شي حاجه، علاش تبارك معاه؟ علاش اصلا هما مربيش خصو يتعاود، خصو التربيه ديالو تعاود، التربيه ديالو خصو تعاود. واش انت تبارك مع واحد ما مربيش
تبقى مع مشاكل غادي تعاير وغتقول المرض صافي المرض. قال لك هذاك خلوه في الدار بوحدو رجع البوطة كان الدار غادي تحرق. انا لا ما بربيش انا واحد مشخور خالو خلو يعمل 100,000 انا ديك الشيء ما بربيش. انا ديك كيت زايد مع مو شاز عطاتو العصا الكازو هذا شو ما ربيش وما يمتربي شي حاجة تربية أخلاق تربية تواضع تربية تعايش مع الناس تربية إيمان تربية كل في الكل. إذا كان إنسان مربي وخسر واحد لشمة ديال الحلال وديال راه أكيد غيسك حياته واحد حاجة زوينة خاد حرام وخاد واحد الشمع ديال كلامه فيه. المهم كما كتشوفوا هما الناس غادي للجامع جاو من الجامع جاو. المهم انا ثاني يلاه جيت نشارك معكم هذا الموضوع. ايوا هادشي اللي كاين. تحية للجميع تحية للناس الحباب ناس زوينين جمعة مباركة تربية اخلاق تربية دين تربية معاملات كنا معكم في هذا الموضوع. اتمنى ان الفلوق يكون عجبكم. اللي عجب الفلوق ديالي لايك 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 صابوني 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 سبسكرايب كومونتي وعطوني الاراء ديالكم. ميرسي بيو لا فامي et bonjour plein de bonheur de prospérité. Vous avez le dress.